السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا سنة ستة؟ النهاردة هنراجع على المنهج كله، هنراجع شرح مختصر كده على المنهج كله. احنا خدنا كام مفهوم في المنهج؟ 4 مفاهيم، المفهوم الأول والتاني في الوحدة الثالثة، والمفهوم الثالث والرابع في الوحدة الرابعة. هنبدأ دلوقتي في المفهوم الأول الوحدة الثالثة. احنا المفهوم الأول في الوحدة الثالثة اتكلمنا عن دورة الماء، تعالى دلوقتي نفتكرها سوا. كان ايه دورة الماء؟ كانت بتحصل ازاي؟ اول حاجة الشمس، اشعة الشمس تنزل على المية، المية تكتسب طاقة، تكتسب حرارة من اشعة الشمس. طب المية لما بتكتسب طاقة او حرارة من اشعة الشمس بيحصل ايه؟ هتبدأ تسخن، تسخن يبقى يحصل لها تبخر. التبخر هو تحول المية الى بخار ماء، تحول المية السائلة الى بخار ماء. تاني احنا بدأنا ان أشعة الشمس هتنزل على المية، المية هتكتسب حرارة. طيب لما تكتسب حرارة يحصل لها ايه؟ هتتحول لبخار ماء. بخار المية هيبدأ يطلع لفوق، طول ما هو طالع لفوق هيبدأ يفقد في الحرارة، هيفقد في الحرارة لحد ما يفقد كل الحرارة، ساعتها هيكون عندنا السحب في عملية التكثف. يبقى الأول المية بتكتسب حرارة بيحصل لها عملية تبخر، بعد ما يحصل لها عملية تبخر البخار المية هيبدأ يصعد لفوق ويفقد الطاقة الحرارية دي لحد ما يفقدها كلها. أول ما يفقدها خلاص ويبرد، ساعتها يحصل عملية التكثف ويكون عندنا السحب. إيه هي عملية التكثف؟ تحول بخار الماء إلى قطرات ماء اللي هي بتكون عندنا السحب. طيب لما قطرات المية اللي في السحب بتبقى أتقل، تبقى أكتر، هيحصل إيه؟ هتبدأ تسقط بفعل إيه؟ بفعل الجاذبية. يبقى دي عملية إيه؟ دي عملية الهطول، هطول الأمطار أو الثلج أو البرد، دي تالت عملية. يبقى إحنا بدأنا بالتبخر، تكثف، هطول، اللي بيساعد على الهطول على إيه؟ قوة الجاذبية. طيب بعد عملية الهطول، خلاص المطر نزل أو الثلج نزل، هيحصل إيه؟ هتفضل واقفة مكانها؟ لأ، هتبدأ تتحرك في التحرك اللي هي إيه؟ جريان السطحي. جريان السطحي حركة المية من المرتفعات إلى المنخفضات لحد ما يتجمع خالص في التجمع المائي، لحد ما المية توصل للتجمعات المائية. يبقى تاني دورة الماء عندنا تبدأ بالتبخر، بيحصل فيه المية اكتساب للحرارة، بعد كده يحصل عملية تكثف لو يحصل فقد في الحرارة، بعد كده المطر في عملية الهطول هيبدأ يتساقط بفعل قوة الجاذبية، بعد كده المية هتبدأ تتحرك ويشكل عندنا الجريان السطحي لحد المية خالص ما تتجمع في التجمعات المائية. طيب خدنا ايه كمان في اول مفهوم؟ خدنا ان التسخين الغير متساوي على سطح الارض. بيجي منين التسخين الغير متساوي على سطح الارض ده؟ بسبب اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس. لو كانت أشعة الشمس عمودية عند خط الاستواء فتكون دي مناطق حارة شديدة الحرارة، تكون أشعة الشمس مركزة في منطقة صغيرة فيكون تركيزها كبير فنشعر بالحر. طيب لما نبعد شوية تبقى أشعة الشمس مائلة فيكون درجة الحرارة أقل فنشعر بإيه؟ باعتدال الجو. طيب لما يكون أشعة الشمس مائلة جدا عند القطبين فتكون درجة الحرارة منخفضة جدا فنشعر ببرودة شديدة. يبقى تاني تسخين غير متساوي على سطح الأرض بيجي منين؟ بيجي باختلاف سقوط أشعة الشمس. أشعة الشمس عمودية يبقى دي مناطق حارة جدا، فين؟ في خط الاستواء. طيب أشعة الشمس مائلة بيكون درجة الحرارة معتدلة. طيب أشعة الشمس مائلة جدا عند القطبين يبقى درجة الحرارة منخفضة جدا. تعالوا نبدأ بقى نقرأ الكلام ده سوا. يقولك تعتمد جميع الكائنات الحية على الماء للبقاء على قيد الحياة. طبعا عارفين المية أساس الحياة. طيب يعني إيه دورة الماء في الطبيعة؟ دورة الماء هي حركة المياه بين التجمعات المائية المختلفة والغلاف الجوي. طيب التجمعات المائية يعني إيه أصلا؟ هي موقع تخزين المية على سطح الأرض، وموقع تخزين المية. طب زي إيه؟ زي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والتربة والأنهار الجليدية والصخور كمان فيها مية، والكائنات الحية كل جسمها في مية، والغلاف الجوي برضو في مية اللي هو بخار المية. ده التجمعات المائية. طيب إيه أساس عملية دورات المية؟
ايه اساس عملية دورة الماء؟ الطاقة والقوة. الطاقة والقوة هو اساس العمليات التي تحدث خلال دورة الماء. اول حاجة عاوزين نتكلم على تأثير الطاقة خلال دورة الماء، ولك الطاقة الشمسية هي اهم العوامل المؤثرة في دورة الماء. الطاقة الشمسية هي اهم العوامل المؤثرة في دورة الماء. عشان ليه؟ عشان هي بتوفر الحرارة اللازمة لإعادة تدوير الماء في الطبيعة. ازاي الكلام ده؟ اول حاجة في التبخر. التبخر حسب تسخن الشمس المياه على سطح الارض تكتسب طاقة وتتبخر، يبقى كده فعلا الطاقة الشمسية مهمة في عملية التبخر. التبخر بيحصل في ايه؟ بتسخن الشمس المية على سطح الارض فتكتسب طاقة وتتبخر. طيب في التكثف، هيرتفع بخار المية الى الغلاف الجوي وهيفقد طاقته، ساعتها يحصل له تكثف فيكون عندنا السحب. بعد كده عملية الهطول، هتصبح قطرات المية المتجمعة في السحب ثقيلة جدا فتسقط على الأرض على شكل ايه؟ مطر او ثلج او برد بفعل ايه؟ بفعل الجاذبية. الجاذبية هي اللي بتشد المطر للأرض. طيب بعد كده الجريان السطحي، هيسقط المطر او الثلج على الأرض وتتدفق المياه من المناطق المرتفعة الى المنخفضة بفعل ايه؟ بفعل الجاذبية. طيب اخر عملية، عملية التجميع، تجمع المياه الناتجة من الجريان السطحي في الأنهار والبحار والمحيطات. دي كده دورة الماء: تبخر، تكثف، هطول، جريان سطحي، تجميع. المسؤول عن العمليات دي كلها الطاقة الشمسية، هي اللي بتوفر الحرارة لكل العمليات. يبقى مين المسؤول عن العمليات دي كلها؟ التبخر والتكثف والهطول والجريان السطحي والتجميع. الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية. يقول لك كمان النكح، احنا خدنا النكح هو ايه؟ عملية خروج بخار المية من النبات عن طريق الصغور. طيب خدنا كمان ان النتح هو نوع من انواع التبخر. النتح نوع من انواع التبخر هتقوم بيه اوراق النباتات للتخلص من الماء الزائد بصورة بخار عن طريق ايه؟ عن طريق الصغور. اتكلمنا في النقطة دي ان لو الورقة كبيرة يبقى نسبة التبخر كبير، طب لو الورقة صغيرة يبقى التبخر قليل. خدنا كمان ان كمية الطاقة الشمسية بتأثر على النتح، لو كمية الطاقة الشمسية كبيرة يبقى معدل النتح كبير، طب لو كمية الطاقة الشمسية قليلة يبقى نسبة النتح قليلة. بخار المية الناتج من عملية النتح بيمثل 10% من بخار المية اللي موجود في الهواء. بعد كده هنتكلم عن انتقال الطاقة في دورة المية. بيقول لك تؤدي حركة الهواء فوق المسطحات المائية إلى اكتساب المية طاقة أو فقدها. حركة الهواء فوق المسطحات المائية زي البحار والمحيطات بيخلي المية تكتسب طاقة أو تفقدها. طيب لو المية اكتسبت طاقة هيحصل فيها ايه؟ جزيئات المية هتتباعد. عند اكتساب جزيئات المية طاقة حرارية يحصل لها ايه؟ تتباعد. طيب بتتباعد بيحصل عملية ايه؟ ممكن يحصل عملية انصهار، تحول التلج لماء، أو تبخر، تحول المية السائلة لبخار مية، أو النتح اللي هو تحول برضو المية لبخار مية بس في النبات. يبقى تاني عند اكتساب جزيئات المية طاقة حرارية فإنها تتباعد وبالتالي تحدث عمليات ايه؟ الانصهار أو التبخر أو النتح. طب لو جزيئات المية فقدت الطاقة، فقدت الطاقة يبقى جزيئاتها هتتقارب. فقدت الطاقة يبقى جزيئاتها يحصل لها ايه؟ هتتقارب. طيب ده بيحصل في عمليات ايه؟ في عملية التكثف وعملية التجمد. عملية التكثف وعملية التجمد. طيب ايه بقى تأثير القوة في دورة الماء؟ احنا خلاص اتكلمنا عن تأثير الطاقة، طب ايه هو تأثير القوة؟ بيقولك يتحرك الماء او يغير طريقة تحركه خلال دورة الماء تحت تأثير عدة قوة اساسية. ايه القوة الاساسية دي؟ قوة الرياح وقوة الجاذبية. قوة الرياح وقوة الجاذبية. قوة الرياح بتعمل ايه؟ قوة الرياح بتحرك الهواء والسحب من مكان لآخر. تحرك الهواء والسحب من مكان لآخر. طيب قوة الجاذبية هي بتسحب مياه الأمطار لأسفل. بتسحب مياه الأمطار لأسفل. ولا قوة الرياح والجاذبية هما القوتان الأساسيتان اللتين تتسببان في تحرك دورة الماء. طيب عاوزين نعرف الرياح والجاذبية ايه
ايه هو وصف وحركة وتأثير كل واحد منهم؟ اول حاجة الرياح. ايه هي الرياح؟ هي قوة تنشأ من حركة الهواء. قوة تنشأ من حركة الهواء. طيب بتتحرك ازاي الرياح؟ بتتحرك في اتجاه افقي على نفس المستوى، تعمل في اتجاه افقي في نفس المستوى. طيب تأثيرها ايه او هي بتعمل ايه؟ بتدفع بخار المية والسحب من مكان لآخر، تعمل تحريك الماء وتيارات المحيط. طب احنا خلاص عرفنا الرياح، طب الجاذبية بتعمل ايه؟ ايه هي الجاذبية؟ هي قوة جذب الأرض للأجسام لأسفل. طيب الأسفل يبقى بتعمل في اتجاه رأسي، تعمل في اتجاه رأسي. طيب تأثيرها ايه او بتعمل ايه الجاذبية؟ تعمل على سقوط الأمطار والثلوج على الأرض، وتدفق المياه الجداول والأنهار، وتسرب المياه إلى تجمعات المياه الجوفية. هي بتسبب حركة المياه وتدفقها من مناطق المرتفعة إلى مناطق منخفضة، وبتسببها في حركة المياه في الجداول والأنهار، دي الجاذبية. تنتقل الطاقة الحرارية للشمس من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض عن طريق إيه؟ الإشعاع الشمسي. مفيش غازات في الفضاء، فالحرارة هتتنقل إزاي؟ هتتنقل عن طريق الإشعاع الشمسي. طيب الطاقة الحرارية بتتنقل ازاي خلال الغلاف الجوي للأرض؟ الغلاف الجوي ده عبارة عن ايه؟ غازات. الغلاف الجوي اللي عبارة عن غازات ده الحرارة بتتنقل فيه على شكل تيارات الحمل الحراري. شكل تيارات ايه؟ الحمل الحراري. طب ازاي؟ اقول لك، لما السائل او الغاز بيسخن يحصل له ايه؟ يتمدد وبتقل كثافته فبيصعد لأعلى. طيب السائل والغاز البارد بيكون كثافته أكبر فبيهبط لأسفل. طيب حركة السوائل أو الغازات دي الدافئة المتصاعدة، والسوائل والغازات الباردة اللي بتحل محلها، دي بيتكون عندنا تيارات الحمل الحراري. بيكون عندنا إيه؟ تيارات الحمل الحراري. تاني، الحمل الحراري بيحصل فين؟ بيحصل في السوائل والغازات. طيب بيحصل إيه؟ إن السائل أو الغاز لما بيكتسب حرارة أو لما يسخن فبيحصل له إيه؟ بيتمدد. يتمدد هتقل كثافته فيصعد لأعلى. طيب السائل أو الغاز البارد هيبدأ يحل محله عشان هو كثافته أكبر فيهبط لأسفل. ده هيكون عندنا تيارات الحمل الحراري. لك الحمل الحراري هو طريقة انتقال الطاقة الحرارية داخل السوائل والغازات عن طريق حركة الجزيئات. طيب تيارات الحمل الحراري دي بتساعد إيه على إيه؟ بتساعد على تحريك بخار الماء وتكوين الرياح وتيارات المحيط وتحديد طبيعة المناخ الإقليمي. ده كله بيساعد في التيارات الحمل الحراري. بعد كده هنتكلم عن التسخين الغير متساوي على سطح الأرض. لك تختلف درجات الحرارة في المناطق المختلفة على سطح الأرض باختلاف إيه؟ زاوية سقوط أشعة الشمس. أشعة الشمس لما تكون تسقط بزاوية مائلة ساعتها يحصل ايه؟ بتتوزع على مساحة اكبر فيصبح تأثيرها اقل، فتقل الشدة مؤدي الى انخفاض درجة الحرارة. طب ما تكون أشعة الشمس عمودية فتتركز على مساحة اصغر فيصبح تأثيرها اكبر فتزداد شدة الشمس ومؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة. التسخين الغير متساوي ده بيؤدي عندنا لعدة ظواهر جوية. زي ايه منها؟ زي الرياح او تكون الرياح. بيقول لك الرياح عندنا على كوكب الأرض لها نظام ثابت، إن الرياح بتهب في اتجاه ثابت على فترات زمنية طويلة. طيب إيه اللي بيحدد اتجاه الرياح ده؟ كمية الإشعاع الشمسي ودوران الأرض حول محورها. كمية الإشعاع الشمسي ودوران الأرض حول محورها. طيب الرياح بتتكون إزاي أو بتتولد الرياح إزاي؟ يقول لك الهواء الساخن بيرتفع لأعلى بفعل الإشعاع الشمسي. طيب بيحل محله هواء أكثر برودة يتدفق من مكان قريب. دلوقتي عندنا منطقة درجة الحرارة فيها عالية، الهواء بيسخن فيبدأ يرتفع لأعلى. في منطقة جنبها جو بارد هناك، فالهواء بارد هيبدأ يتحرك ويحل محل الهواء الساخن اللي صعد لفوق ده، فده يكون عندنا الرياح. طيب إيه هو تأثير الرياح في دورة المية؟ يقول لك تأثير الرياح في دورة المية يؤدي ارتفاع الهواء الدافئ الرطب الأقل كثافة الأعلى إلى سقوط الأمطار. إزاي؟ الهواء الدافئ الرطب ده اللي هو فيه بخار مية هيبدأ إيه؟ يطلع لفوق، وبعد ما يطلع لفوق هيبدأ يتكثف. يتكثف يكون عندنا السحب، بعد كده يؤدي إلى إيه؟ سقوط الأمطار.
طيب تأثير الرياح على تشكل بعض التضاريس. تدفق، بيقول لك تدفق القطر الهوائية الباردة والجافة لأعلى كثافة هتحل محل الهواء الدافئ الصاعد، ده بيؤدي لإيه؟ تكوين الصحاري. خلاص في هواء دافئ تصاعد لفوق هيحل محله هواء بارد جاف، الهواء البارد الجاف ده بيؤدي لتكوين الصحاري. وبكده نكون خلصنا المفهوم الأول في الوحدة الثالثة. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن المفهوم الثاني في الوحدة الثالثة. المفهوم الثاني في الوحدة الثالثة اتكلمنا فيه عن الطقس والمناخ وعلم الأرصاد الجوية. يعني إيه هو علم الأرصاد الجوية؟ هو علم دراسة الطقس وكيفية التنبؤ بيه. عملية التنبؤ بالطقس بتمر على 3 مراحل: جمع البيانات، تحليل البيانات، والربط بين الأشياء. جمع البيانات كان بيتم إزاي؟ يقول لك يتم جمع البيانات من محطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الأقمار الصناعية وأجهزة أخرى. طيب إيه البيانات اللي بتتجمع دي؟ عبارة مثلا عن درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط الجوي أو سرعة الرياح، دي كلها بيانات مهمة عشان نتنبأ بالطقس. طيب يعني إيه أصلا ضغط جوي؟ هو مقدار القوة التي يؤثر بها الهواء على البيئة المحيطة. طب ليه تعريف تاني؟ ليه تعريف تاني؟ هو وزن عمود الهواء فوق منطقة ما. طيب يعني إيه رطوبة؟ كمية بخار المية الموجودة في الهواء. طيب العلماء بيستخدموا مجموعة من الأدوات والأجهزة لجمع البيانات دي. طيب زي إيه؟ زي الترمومتر بيقيس درجة الحرارة. إيه هي الأدوات والأجهزة دي؟ أول حاجة عندنا الترمومتر بيقيس درجة الحرارة، والإنيموميتر بيقيس سرعة الرياح، والبارومتر بيقيس الضغط الجوي، ومقياس المطر بيقيس مقدار المطر، ورادار الطقس هو اللي بيحدد حجم وسرعة هطول الأمطار ويعمل على تتبع العواصف الرعدية والأعاصير. دي كلها أجهزة وأدوات بتقيس بها إيه؟ البيانات للتنبؤ بالطقس. طيب إحنا خلاص إحنا عاوزين نوصل لمرتفعات عالية جدا، عاوزين نوصل للغلاف الجوي، هنستخدم إيه؟ هنستخدم أجهزة حمل أدوات القياس. هي أجهزة لحمل أدوات القياس عاليا في الغلاف الجوي لقياس الأحوال الجوية من ارتفاعات مختلفة. زي إيه؟ زي بالون الطقس والطائرات الخاصة بالطقس والأقمار الصناعية الخاصة بالطقس. طيب إحنا خلاص جمعنا البيانات، هيحصل بعد كده إيه؟ هنبدأ أن ننقلها، يبقى نستخدم ساعتها أجهزة نقل البيانات. هي أجهزة تستخدم لنقل البيانات من محطات الأرصاد الجوية أو الأقمار الصناعية إلى العلماء. طيب العلماء خلاص وصل لهم البيانات، أول حاجة هيعملوها إيه؟ هيعملوا على تحليل البيانات، بيعملوا على تحليل البيانات. طيب تحليل البيانات ده بيستخدموا إيه فيها؟ خرائط الطقس. العلماء بيستخدموا خرائط الطقس في تحليل البيانات، وده بيساعدهم كمان في توصيل المعلومات للجمهور وتمثيل البيانات. طيب آخر خطوة في التنبؤ بالطقس الربط بين الأشياء، بيطبق خبراء الطقس ما يعرفونه عن تأثير العوامل الأخرى زي التضاريس مثلا على الغلاف الجوي، ويتم استخدام النماذج الحاسوبية لإنشاء التنبؤات بالطقس. طيب أقول لك على الرغم من استخدام خبراء الأرصاد الجوية لأحدث التقنيات والأدوات، لأن التنبؤ بالطقس لا يزال غير مؤكد. ليه غير مؤكد؟ إحنا خلاص جمعنا البيانات واستخدمنا أجهزة حديثة. ليه غير مؤكد؟ عشان إمكانية حدوث تغيرات صغيرة غير متوقعة في حركة الرياح، في درجة الحرارة، في الرطوبة، في الضغط الجوي، ممكن يحصل أي تغير غير متوقع بيؤدي إلى إيه؟ إلى تغير كبير في الطقس ممكن يصل لمدة أسبوع. طيب الظروف كمان دي بتتغير وخلاص نعرف نتنبأ بيها؟ لأ، بتغير الظروف بسرعة كبيرة وبشكل غير متوقع. تاني، التنبؤ بالطقس لا يزال غير مؤكد. ليه؟ عشان إمكانية حدوث تغيرات صغيرة غير متوقعة، تغير الظروف بسرعة كبيرة وبشكل غير متوقع. إيه هي العوامل المؤثرة في تغير الطقس؟ التسخين الغير متساوي على سطح الأرض. التسخين الغير متساوي على سطح الأرض ده بيسبب إيه؟ ولك يتسبب الاختلاف بدرجات الحرارة سطح الأرض في حركة الهواء، في حركة الهواء. ولك عندما يسخن الهواء يرتفع لأعلى ويحل محله الهواء البارد. طب احنا قعدنا شوية نقول رياح وشوية نقول هواء، كان ايه الفرق بين الاتنين؟ أول حاجة تيارات الهواء
دي بتحرك في شكل رأسي، حركتها حركة رأسية، الهواء الساخن بيرتفع لأعلى والهواء البارد بينزل لأسفل، دي تيارات الهواء. طب الرياح حركة أفقية من المناطق الباردة للمناطق الدافئة في نفس المستوى، حركة أفقية. طيب سرعة التيارات الهواء والرياح بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على اختلاف درجة الحرارة بين المناطق، درجة الحرارة الاختلاف فيها كل ما يزيد كل ما السرعة بتزيد. طيب اتجاه الحركة ده برضك بيعتمد على إيه؟ على الموقع المناطق، بيعتمد على موقع المناطق. بيتين عندنا تيارات الهواء والرياح، تيارات الهواء حركة رأسية، الرياح حركة أفقية في نفس المستوى، سرعتهم هما الاثنين بيتحدد باختلاف درجة الحرارة بين المناطق. طب اتجاههم برضك بيعتمد على موقع المناطق. بعد كده هنتكلم عن تأثير الجبال. يقول لك غالبا ما يكون سلاسل الجبال جانبين، جانب رطب ده مواجه للرياح وجانب جاف بعيد عنها، ده بيؤدي لحدوث ظاهرة ايه؟ ظل المطر. ظل المطر يقول لك تحت ظاهرة ظل المطر عندما يواجه الهواء الرطب سلسلة جبال، هواء رطب يعني هواء فيه بخار مية بيواجه سلسلة جبال، هيحصل ايه؟ الهواء الرطب ده هيرتفع لفوق، يرتفع ساعتها هيحصل له ايه؟ هيبرد، هيبرد هيؤدي عندنا لتكون قطرات من الماء. طيب قطرات الماء او الثلج. بعد كده هيحصل ايه؟ الجانب المواجه للرياح هتبدأ يسقط في ايه؟ المطر. طيب هيهبط بعد كده الهواء بعد ذلك الى الجانب الاخر من الجبال. تاني عندنا دلوقتي هواء رطب، هواء الرطب ده هيبدأ يرتفع لأعلى، رطب البخار المية هيبدأ يبرد ويكون عندنا قطرات المية وهيبدأ ينزل عندنا مطر. طب الهواء الرطب ده خلاص فقد بخار المية اللي فيه، بعد كده هيحصل له ايه؟ هيبدأ ينزل من الجهة التانية، هيبدأ ينزل من الجهة التانية من الجبال، فساعتها هيصبح ايه؟ دافئ وجاف، فبيكون عندنا منطقة جافة غير المنطقة المواجهة للرياح. يبقى عندنا منطقة فيها أمطار وفيها زراعة ومنطقة فيها إيه؟ هواء دافئ وجاف مفهوش زراعة ومفهوش أمطار أو النسبة فيه بتكون قليلة جدا. يتسبب ظل المطر في اختلاف الطقس بين جانبي سلاسل الجبال. ظواهر الطقس القاسي عندنا زي الجفاف. إيه هو الجفاف؟ هو النقص الشديد في كمية المية المتاحة في مكان ما، الجفاف نقص شديد في كمية المية. طيب بيسبب ايه الجفاف؟ هو بيسبب نقص في المية اللازمة لزراعة المحاصيل، تربية الحيوانات وكمان في الصناعة، ويؤثر على حياة الإنسان والحيوان والنبات. طب الفيضان هو ارتفاع مستوى المية فوق ضفة النهر، فوق ضفة النهر وتدفقها بغزارة إلى الأراضي المحيطة. طيب بيسبب ايه الفيضانات؟ غرق الناس والماشية، تعطيل الحياة والاقتصاد، وإتلاف المباني بسبب اندفاع الشديد للمية. طيب الفيضانات في مناطق بتعتمد على الفيضانات الدورية زي ضفة نهر النيل، تعتمد على الفيضانات الدورية المنتظمة. بعد كده هنتكلم عن العاصفة الرملية. هي رياح قوية للغاية بتحمل الرمال والتراب من منطقة شديدة الجفاف، من منطقة شديدة الجفاف، عشان كده ممكن نقول على العاصفة الرملية عاصفة ترابية عشان هي بتحمل جواها الرمال والتراب يعني. طيب بتسبب ايه العاصفة الرملية؟ بتسبب ايه اضرار كتير قوي زي ايه؟ زي يملأ الغبار قنوات الري، ده بيأثر على جودة المية، بتعمل كمان على تعطيل الرحلات الجوية وإتلاف المحركات وضعف الرؤية بشكل كبير، ده بيشكل خطر على قائدي المركبات. بيشكل الغبار كمان مخاطر صحية إذا تم استنشاقه احنا نشمه او دخوله في العينين، وتراكم الغبار على الالواح الشمسيه ده بيؤدي الى تعطيل توليد الطاقه، بيقول لك يواجه المزارعون تحديا في زراعه الصحاري بسبب ايه؟ مناخ الصحراء الجاف، قله الامطار هناك مقارنه بمناطق الاحياء الاخرى، كمان المناخ الحار الجاف هناك بيجعل مقدار ما يتبخر من الميه أكبر ويتجاوز مقدار ما يهطل من أمطار، دي التحديات بتواجه المزارعون هناك في الصحراء، قلة المطر والمناخ الحار الجاف
اللي بيجعل ما يتبخر من المياه يتجاوز مقدار مياهته من أمطار، وقلة خصوبة التربة كمان من التحديات. إزاي المزارعون عرفوا يتكيفوا مع مناخ الصحراء ده؟ عملوا إيه؟ أول حاجة في المية، ابتكروا طرق ري المحاصيل، منها إعادة استخدام المية، دي طريقة حديثة في استخدام المية وفي الري. التربة، عملوا على تحسين جودة التربة الصحراوية الجافة وجعلها خصبة ومثمرة. في المحاصيل، زرعوا محاصيل قادرة على تحمل الحرارة الطقس والتربة منخفضة الخصوبة. طيب في الطاقة، استخدموا الألواح الشمسية أو تربونات الرياح في تشغيل المزارع بتاعتهم. أقول لك كمان إن نجاح المزارعين في زراعة الصحراء بيعتمدوا على دقة التنبؤات الجوية. كده خلصنا الوحدة الثالثة في المفهوم الأول والمفهوم الثاني. دلوقتي هنبدأ في الوحدة الرابعة في المفهوم الأول، لو كان بيتكلم عن التكيف. إيه هو التكيف؟ التكيف هو عملية يصبح فيها الكائن الحي قادرا على العيش في البيئة بشكل إيه يمكنه من البقاء. التكيف هدفه الأساسي هو قدرة الكائن الحي على البقاء، بقاء الفصيلة أو النوع. طيب التكيف كان عندنا نوعين، تكيفات تركيبية وتكيفات سلوكية. التكيفات التركيبية يعني إيه؟ هو أي تركيب في جسم الكائن الحي يمكنه من البقاء، زي لون الفراء وكثافته. طيب التكيفات السلوكية هو أي سلوك يتبعه الكائن الحي أو أي طريقة يتصرف بها ليتمكن من البقاء، زي الهجرة. يعني إيه هجرة؟ الهجرة هو انتقال الحيوانات من مكان إلى آخر موسميا. طب إيه هي أسباب هجرة الطيور؟ بتهاجر الطيور بحثا عن التكاثر، عن البحث عن الغذاء، عن البحث عن موطن مناسب. طيب الحيوانات المهاجرة بتواجه تحديات أثناء رحلتها دي، إيه زي إيه التحديات دي؟ زي الظروف المناخية القاسية، زي نقص الغذاء والماء، زي الحيوانات المفترسة اللي ممكن يقابلوهم، ومناطق الراحة المحدودة بسبب فقدان الموائد اللي هي المكان اللي بيعيشوا فيه. طيب كمان بعد كده يقول لك إن مناخ الشتاء المعتدل في مصر من عوامل الجذب الرئيسية لأسراب الطيور المهاجرة. مصر فيها بيجي منها فيها أسراب أو ملايين من الطيور المهاجرة عشان مناخ الشتاء في مصر معتدل. بعد كده هنتكلم عن تأثير العوامل الحيوية واللا حيوية على طرق التكيف. إيه هي العوامل الحيوية أصلا؟ هي العوامل الحية اللي هي الكائنات الحية الموجودة في النظام البيئي. طب العوامل اللا حيوية هي العوامل غير حية في النظام البيئي، زي ضوء الشمس، زي الهواء والتربة والمية والأمطار ودرجة الحرارة. يقول لك تؤثر العوامل اللا حيوية في نمو الكائنات الحية وقد تهدد بقائها في النظام البيئي. هي اللي بتخلي الكائن الحي بينمو أو هي بتهدد بقائه. زي إيه؟ زي تأثر نمو النبات بالضوء. إزاي؟ أول حاجة شدة الضوء. شدة الضوء دي هي كمية الضوء. يقول لك تحتاج النباتات إلى الضوء لتنمو، كلنا عارفين المعلومة دي. بس لو شدة الضوء زادت، لو حصل تسبب في شدة الضوء هيحصل إيه؟ بيحصل تلف أو جفاف أو حرق في أجزاء النبات. النبات بيحتاج للضوء، بس لو شدته زادت أو الضوء ده شدته زادت وكميته زادت هيحصل إيه؟ بيحصل تلف أو جفاف أو حرق في أجزاء النبات. طيب كمان بيتأثر نمو النبات بإيه؟ بمدة التعرض للضوء. يقول لك في تثمر بعض النباتات عندما تكون أوقات النهار أطول من الليل، أوقات النهار أطول من الليل. طيب بيقول لك البعض الآخر عكس ذلك. زي يعني إيه؟ عندنا مثلا نبات الأقحوان، بيثمر نبات الأقحوان وينمو أحسن لما يكون أوقات النهار أقصر أو أقل من أوقات الليل، هو بيحب الليل يكون أطول. طيب قالك عند ندرة الموارد تبقى الكائنات التي تمتلك صفات جسمية تساعدها في الحصول على احتياجاتها. تاني موارد قليلة، ده ساعتها إيه اللي هيكون موجود؟ الكائنات اللي فيها صفات جسمية بتساعدها للحصول على احتياجاتها. طيب ما عندهاش صفات جسمية تساعدها على الوصول لاحتياجاتها، ما بتعرفش توصل للموارد اللي بتحتاجها، هتفضل موجودة؟ لا، هيحصل لها ايه؟ هتموت الكائنات الأخرى التي لا تمتلك الصفات التي تساعدها على ذلك. بعد كده احنا اتكلمنا عن تكيفات تركيبية لبعض الحيوانات، واتكلمنا كمان عن غزال دوركاس. طيب غزال دوركاس هو
خدنا ايه في غزال دركاز؟ خدنا ان غزال دركاز بيعيش في المناطق الصحراوية والشبه صحراوية. طيب عرف يتأقلم فيها ازاي؟ اول حاجة ان لون فراقه لونه بني، ده شبه الرمال فيساعده على التخفي. خدنا كمان ان غزال دركاز بيتحمل العطش لعدة شهور، ده بيساعده على ايه؟ تحمل نقص المية اللي موجود في الصحراء. يبقى غزال تركاز بيتميز بلون فراق بيساعده على التخفي، وكمان بيتحمل العطش لفترة طويلة تصل لشهور. طيب بعد كده خدنا بقى نتكلم عن التكيفات التركيبية في الحيوانات دي. أول حاجة البطريق الإفريقي. البطريق الإفريقي بيتحمل درجة الحرارة العالية ازاي؟ خدنا إن هو حول عينيه الاتنين كان فيه دائرة من الجلد خالية تماما من الريش. تاني، البطريق الإفريقي حول عينيه الاتنين جلد خالي تماما من الريش، ده بيساعده على تحمل درجات الحرارة العالية. طيب البطريق الإمبراطور اللي بيعيش في القطب الجنوبي بيتحمل درجات الحرارة المنخفضة أوي دي ازاي؟ عنده جلد مغطى بالريش كثيف، جلد مغطى بالريش كثيف، ده بيساعده على تحمل درجات الحرارة. طيب بعد كده الثعلب القطبي بيتميز بلون فراق لون أبيض، وكمان إيه بيغطيه الريش الكثيف، ده بيساعده على تحمل درجة الحرارة، كمان تخفي من الأعداء اللي هو اللون الأبيض. عندنا بعد كده الضفدع السام اللي بيعيش في الغابات الاستوائية، ده كمان بيتميز بإيه؟ بعيون كبيرة، ده بيساعد على الرؤية في الليل. سحلية الصحراء بيغطي جسمها قشور بلون الرمال، ده بيساعدها على تحمل درجة الحرارة العالية وكمان التخفي من الأعداء. طيب كده احنا عاوزين نتفق ان بيكلمك عن اللون، ده بيساعد على التخفي، اللون بيساعد على التخفي. طيب الريش الكثيف ده بيساعد على تحمل درجة الحرارة المنخفضة. لك بعد كده تعد الصحاري من أكثر النظم البيئية القاسية على سطح الأرض. ليه؟ عشان بيندر هطول الأمطار فيها تحتوي مقدار قليل جدا من المية الجوفية ومناخ شديد الجفاف. طيب رغم كده حصل تطور في النباتات والحيوانات اللي بتعيش داخل هذه النظم البيئية القاسية من طرق تكيفها حتى تستطيع البقاء. نباتات وحيوانات عرفوا يعيشوا في النظم البيئية القاسية دي، عرفوا ازاي؟ طوروا من طرق تكيفها حتى تستطيع البقاء. طيب بعض النباتات اتكيفت ازاي اللي هي موجودة في الصحراء؟ أول حاجة حجمها صغير وزاد شعيرات وأشواك لأبعاد الحيوانات أكلت العشب. طيب تاني حاجة زاد أوراق صغيرة. طيب بعضها يمتلك جذورا قصيرة ممتدة متشعبة متفرعة بالقرب من سطح الأرض لسحب أي مية متاحة، أي مية متاحة حتى أصغر قطرة ندى. طيب وبعضها يمتلك جذور طويلة تساعدها على امتصاص المية الجوفية، وبعضها ذات سقان أو أوراق سميكة لتخزين المية. أوراق وسقان سميكة يبقى لتخزين المية. دلوقتي هنتكلم عن العوامل البيئية والوراثية. العوامل البيئية بتأثر على عملية نمو الكائنات الحية. زي إيه العوامل دي؟ زي الضوء، زي المية، زي حجم الموطن، دي كلها بتأثر على نمو الكائنات الحية. طب العوامل الوراثية هي بتحدد الصفات الموروثة. العوامل الوراثية بتحدد الصفات الموروثة. ايه هي الصفات الموروثة دي؟ هي الصفات التي يرثها او ورثها الكائن الحي من والديه، صفات الموروثة من الآباء زي لون العين والشعر. خدنا هنا القط الفرعوني، قط سفينكس اللي هو القط من غير شعر او عنده شعر ايه خفيف جدا. طب القط بيرمان اللي هو شعره طويل وملمسه حريري. طب ايه اللي خلى القط الفرعوني من غير شعر اصلع والقط بيرمان بشعر طويل وناعم وملمس حريري؟ اختلاف العوامل الوراثيه. اختلاف العوامل الوراثيه. وقال لك تنتقل الصفات الوراثيه للنباتات والحيوانات الجديده من خلايا والديها. ازاي؟ الخلايا بتاعت الوالدين بيكون فيهم نواه. النواه الخليه بيكون فيها المعلومات الخاصه بالكائن الحي. يبقى النواه فيها المعلومات الخاصه بالكائن الحي. جوه النواة حاجة اسمها الجينات. جوه النواة حاجة اسمها ايه؟ الجينات. الجينات هي اللي بتحمل
المعلومات دي كلها، هي اللي فيها كل المعلومات دي. طيب بعد كده تحدد الجينات جميع صفات الكائن الحي مثل لون العين وشكل الأنف. يبقى تاني، الصفات الوراثية بتتنقل من ايه؟ من الآباء للأبناء. ازاي؟ الخلايا بتاعت الآباء بيكون فيها نواة، النواة فيها كل المعلومات الخاصة بالكائن الحي. جوه النواة ايه؟ جينات. الجينات هي اللي بتحمل هذه المعلومات. بعد كده اقول لك ان الجينات هي اللي بتحدد جميع صفات الكائن الحي زي لون العين او شكل الانف. كده هنتكلم عن العوامل بقى اللي بتأثر في نمو الانسان وسلوكه. اول حاجة اساليب المعيشة. اقول لك تؤثر خيارات اساليب الحياة في الانسان بشكل كبير. زي ايه؟ عند الانسان عنده عادات سيئة زي التدخين، ده بيؤثر تأثير سلبي على صحة الانسان ونموه. طب عنده عادات جيدة زي متناول غذاء صحي، بيمارس رياضة، ده بيؤثر تأثير إيجابي على نموه وصحة الإنسان. بعد كده العوامل البيئية، بقولك تؤدي البيئة الصحية إلى نمو سليم وصحيح. طب البيئة الغير صحية بتؤدي إلى نمو غير سليم وانتشار الأمراض. طب إيه الفرق بين البيئة الصحية والبيئة غير صحية؟ البيئة الصحية بتوفر فيها مياه شرب صالحة، بتوفر فيها رعاية صحية، بتوفر فيها صرف صحي. دي كلها عوامل بتخلي البيئة صحية بتساعد على نمو سليم وصحيح. طيب مش متوفر حاجة من دول في البيئة دي، يبقى ساحتها بيئة غير صحية، ساعتها بيؤدي إلى نمو غير سليم ولا انتشار الأمراض. طيب العوامل الوراثية، بيقول لك تؤثر العوامل الوراثية على نمو الإنسان. إزاي؟ عشان هي اللي بتحدد صفاته الجسمية. العوامل الوراثية هي اللي بتحدد صفاته الجسمية. كده خلصنا المفهوم الأول في الوحدة الرابعة. هنبدأ نتكلم دلوقتي في المفهوم الثاني في الوحدة الرابعة. المفهوم الثاني في الوحدة الرابعة بنتكلم فيه عن التربة. خدنا يعني إيه تربة؟ التربة هي قشرة الأرض السطحية، القشرة اللي فوق خالص دي هي قشرة الأرض السطحية الرقيقة المفككة. طيب لها عدد لا يحصى من الأنواع، حنا ليها فعلا ليها أنواع كتير وبتختلف بشكل كبير من مكان لآخر. طيب تتشكل التربة من طبقات مميزة، ولكل طبقة لها كائنات التي تعيش بها، لأن كمان في كائنات بتعيش في التربة، وكل طبقة لها كائنات مختلفة تعيش فيها. لك التربة هي أحد أساسيات النظام البيئي، لأهميتها لكل من إيه؟ التربة مهمة لمين؟ مهمة للنباتات. التربة مهمة للنباتات عشان التربة هي اللي بتوفر لها العناصر الغذائية زي المية والهواء اللازم للنمو والعناصر الغذائية. طيب الإنسان والحيوان بتعتمد معظم الاحتياجات والموارد الغذائية على التربة. الكائنات الأخرى بقولك تعد التربة موطن للعديد من الكائنات الحية زي الديدان والحشرات والفطريات والبكتيريا. طيب إزاي التربة تتكون؟ بقولك كيف تتكون التربة؟ بقولك تكونت التربة عن طريق عمليتي إيه؟ التجوية والتعرية. التجوية والتعرية. أول حاجة تتكسر الصخور بفعل الرياح والمية، دي عملية التجوية. بعملية التجوية هو تكسر الصخور بفعل الرياح والماء إلى رمال وحصى. طيب تاني حاجة تنتقل قطع الصخور إلى أماكن أخرى، دي عملية التعرية. تنتقل قطع الصخور إلى أماكن أخرى. قلت بعد كده تختلط مع مكونات أخرى وتترسب لتشكيل التربة. يبقى تاني من الأول، كيف تتكون التربة؟ تتكون التربة عن طريق عمليتي التجوية والتعرية. التجوية والتعرية هم إيه؟ أول حاجة بتتكسر الصخور بفعل الرياح والماء، دي عملية تجوية. طيب تنتقل قطع الصخور إلى أماكن أخرى، دي عملية التعرية. بعد كده بيقول لك بتختلط مع مكونات أخرى وتترسب لتشكيل التربة. إيه هو دور الكائنات المحللة في تكوين التربة؟ لك بتقوم بإعادة تدوير العناصر الغذائية من نباتات والحيوانات الميتة إلى التربة. إزاي؟ بيقول لك تتحلل الكائنات الميتة إلى مغذيات كيميائية. الكائنات المحللة بتتغذى على الكائنات الميتة، فبتعمل على تحليلها، تحليلها وتحولها إلى مغذيات كيميائية. إيه زي إيه المغذيات الكيميائية دي؟ زي الكربون والنيتروجين والأكسجين، ده بترجعهم كلهم للتربة والهواء. طيب بتتراكم المواد العضوية المتحللة، هتكون عندنا ايه؟ هتكون عندنا مادة عضوية غنية بالمغذيات بتسمى الدوبال.
تراكم المواد العضوية المتحللة مكونة مادة عضوية غنية بالمغذيات بتسمى إيه؟ الدوبال. طب يعني لما نقول إيه هو الدوبال؟ الدوبال هو مكونات عضوية غنية بالمغذيات تنتج عن تحلل الحيوانات والنباتات الميتة في التربة. يبقى تاني لما نقول إيه هو دور الكائنات المحللة في تكوين التربة؟ تعمل إيه؟ تعمل على إعادة تدوير العناصر الغذائية من النباتات والحيوانات الميتة إلى التربة تاني. إزاي؟ اللي هي بتتغذى على الكائنات الميتة فبتحللها، فبترجع المغذيات الكيميائية زي الكربون والنيتروجين والأكسجين إلى التربة والهواء تاني. التراكم بقى أو تتراكم المواد العضوية دي هيكون عندنا الدوبال. الدوبال هو مكونات عضوية غنية بالمغذيات تنتج عن تحلل الحيوانات والنباتات الميتة في التربة. تنوع التربة، احنا قلنا ان التربة لها انواع كتيرة، التربة لها الوان عديدة وبعضها داكن اللون وبعضها فاتح اللون. التربة كمان لها احجام حبيبات مختلفة، وبعضها كبير الحبيبات وبعضها صغير الحبيبات، زي عندنا مثلا التربة الرملية كبيرة الحبيبات. طيب والتربة الصفراء متوسطة الحبيبات، والتربة الطينية صغيرة الحبيبات. طيب احنا اتكلمنا لما قلنا على التربة الرملية حبيباتها كبيرة، عشان كده احتفاظها من المية بيكون كبير ولا قليل؟ قليل. التربة الرملية كبيرة الحبيبات احتفاظها من المية قليل، يبقى تسريبها كبير، بتسرب المية بشكل كبير. طيب التربة الصفراء متوسطة الحبيبات، متوسطة الحبيبات يبقى احتفظها بالمية متوسط، يبقى تسريبها كمان متوسط. طب التربة الطينية صغيرة الحبيبات دي احتفظها بالمية كبير، احتفظها بالمية كبير. طيب يبقى تسريبها كبير ولا منخفض؟ منخفض، تسريبها للمية منخفض. لك تتكون التربة من المواد الغير عضوية. زي ايه الغير عضوية؟ زي الصخور. الصخور خدنا ان وحدة بنائها ايه؟ المعادن. طيب زي كمان ايه غير مواد غير عضويه؟ الصخور والميه والهواء. طيب المواد العضويه زي ايه؟ بقايا الكائنات الميته المتحلله. يبقى تاني لما اقول لك التربه بتتكون من ايه، هتقول لي يا مس التربه بتتكون من مواد غير عضويه زي الصخور والميه والهواء، ومن مواد عضويه زي بقايا اللي هي ايه؟ بقايا الكائنات الميته المتحلله. طيب كلما زاد تركيز المواد العضويه ده هيحصل ايه في التربه؟ هتزيد خصوبتها. كلما زاد تركيز المواد العضوية في التربة زادت خصوبتها. كلما زاد حجم حبيبات الصخور المكونة للتربة قلت قدرتها على الاحتفاظ بالماء وزادت مسميتها اللي احنا لسه قايلينها. تعالى دلوقتي نقارن من المكونات العضوية المكونات الغير عضوية. المكونات العضوية بتكون من ايه؟ بقايا كائنات متحللة. طب الأهمية بتاعتها ايه؟ تكوين الدوبال. طيب تأثير اختلاف كميتها في التربة ايه؟ بتؤدي لتغيير شكل التربة وكمية العناصر الغذائية بها. طيب المكونات الغير عضوية بتتكون من ايه؟ عبارة عن ايه؟ صخور ومية وهواء. طب أهميتها بتشكيل التربة. طيب اختلاف تأثير كميتها ايه؟ بتغيير شكل وملمس التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء والسماح بنمو الجذور. لك تأثير التربة في عناصر النظام البيئي. أنواع النباتات التي تنمو في التربة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في درجة الحرارة والطقس. كمان تحدد أنواع النباتات التي يمكن أن تنمو في منطقة ما نوع النظام البيئي. يبقى تاني التربة بتأثر في عناصر النظام البيئي. طيب أنواع النباتات اللي بتنمو في التربة يكون لها تأثير في درجة الحرارة والطقس. كمان النباتات أو تحدد أنواع النباتات بتأثر في النوع النظام البيئي الموجود في المنطقة، زي مثلا عندنا التربة في المناطق العشبية الرطوبة فيها جافة ولا تحتفظ بالماء. التربة في المناطق العشبية دي تربة رملية، احنا خدنا التربة الرملية لا تحتفظ بالماء. طيب النباتات فيها زي الأعشاب وبعض النباتات الصغيرة، يعني ما تلموش فيها أشجار كبيرة، لا هي الأعشاب وبعض النباتات الصغيرة. طيب الحيوانات فيها أكلات العشب زي الخزلان، مش فيه احنا أعشاب، يبقى لازم في حيوانات بتتغذى على العشب، يبقى عندنا اكلات العشب. طيب مش في غزلان، يبقى لازم عندنا حيوانات اكلات اللحوم زي الاسود. طيب التربه في المستنقعات الرطوبه فيها ايه؟ رطبه وتحتفظ بالماء، دي تربه طينيه. التربه في المستنقعات تربه طينيه فبتحتفظ بالميه. النباتات اللي فيها نباتات يمكن ان تنمو في بيئات التربه الرطبه، النباتات اللي ينفع تنمو فيها
طب الحيوانات اللي فيها زي البعوض والضفادع، زي البعوض والضفادع. بيقول لك في ممارسات زراعية سيئة بتؤدي لاستنزاف التربة، بتؤدي استنزاف التربة وهلاكها. طيب زي ايه؟ زي استخدام المبيدات الحشرية والرعي الجائر وبناء المدن وقطع الغابات والأسمدة الكيماوية. يمكن ده كل ده يؤدي لاستنزاف التربة ويؤدي لإيه؟ التصحر. التصحر هو عملية تحول الأرض إلى صحراء الذي يحدث بسبب عوامل مختلفة زي الجفاف والرعي الجائر. إزاي بقى نرمم؟ إيه هي الممارسات الترميمية التي تساعد في الحفاظ على التربة؟ إضافة العناصر الغذائية للتربة باستخدام بقايا المحاصيل زي القش والسيقان، ونستخدم كمان الأسمدة الطبيعية مثل روث الحيوانات وزراعة محاصيل متنوعة وتناوبها تكون مختلفة. طب إيه هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة كمية التحرية؟ إزالة الغطاء النباتي، زيادة كمية المياه، زيادة انحدار الأرض. دي كلها عوامل بتؤدي إلى زيادة كمية التحرية. زيادة كمية التحرية تاني اللي بيزود كمية التحرية إزالة الغطاء النباتي، زيادة كمية المية، زيادة انحدار الأرض. طيب عاوزين نحد من التعرية دي أو نقل من التعرية، يبقى عكس اللي فاتوا، بدل منزلي النباتات هنعمل على إضافة النباتات، هنعمل على حفر الخنادق وعملية إصلاح التربة بإضافة الرمل والطمية. كده هنتكلم عن استخدام التربة لبناء منازل مستدامة. بيقولك إن يمكن استخدام التربة لبناء منازل مستدامة من خلال اتخاذ التدابير التالية. إيه هي؟ استخدام التربة التحتية بدلا من التربة السطحية بتاعت الزراعة، لا احنا نستخدم التربة اللي تحتها. معالجة التربة كيميائيا لتحويلها إلى مادة تشبه الغراء، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة. يبقى كده نستخدم التربة لبناء منازل مستدامة. ازاي؟ هنستخدم التربة التحتية بدل التربة السطحية. هنعمل ايه كمان؟ هنعالج التربة كيميائيا لتحويلها إلى مادة بناء تشبه الغراء، استخدام مواد بناء صديقة للبيئة. طيب يقول لك عندما تستنفذ أحد الموارد أو يتم أخذها بالكامل يسبب ذلك تدمير المواطن الطبيعي. أسباب تدمير المواطن الطبيعي، إيه هي أسباب تدمير المواطن الطبيعي؟ النشاط البشري زي التضخم السكاني والتنمية والتلوث. إزاي؟ التنمية اللي هو بناء المدن وبناء المساكن وبناء المصانع، ده تنمية، ده بيؤثر أو يدمر المواطن الطبيعي. العوامل الطبيعية زي الكوارث الطبيعية زي البراكين والزلازل، ده بيؤدي إلى تدمير المواطن الطبيعي. بعد كده زيادة أعداد أنواع معينة من الكائنات الحية أو زيادة الأنواع المجتاحة. هي الأنواع المجتاحة هي اللي انتقلت من مكان إلى مكان آخر، مسببة موت الأنواع المحلية زي أسماك التنين. طيب إزاي نحد من تلوث المية؟ هنعمل ايه؟ هنطبق قوانين الحد من التلوث للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، ومعالجة مياه الصرف، والتحكم في تلوث الهواء والحد منه. قلنا كمان ان افضل وسيلة للحد من تلوث المية هو ايه؟ منع التلوث اساسا، هو افضل وسيلة منع التلوث من الاساس. كده اكون خلصت مراجعة على المنهج كله. على السلامة يا سنة ستة، هنبدأ نحل المرة الجاية اسئلة على المنهج كله برضه. مع السلامة.